تكلمنا المرة اللي فاتت عن سيدنا إبراهيم وأنه دعا لذريته، الذرية أولاد الأولاد وأولاد البنات، دول اسمهم ذرية، إنما النسب أولاد الولاد بس. فسيدنا إبراهيم كريم دعا لإيه؟ ومن ذريات، يعني أولاد الولاد وأولاد الإيه؟ وأنه بنى الكعبة، وعرفنا أن الكعبة ديت مش هي البيت، وعرفنا ان البيت الحد السماعي ايه، يعني لو الكعبة دي تهدت ولا مش مشكلة، ما فيش اي مشكلة، هي البيت موجود مش كده. وهذه الكعبة طاف حولها 124,000 نبي ورسول سوى الاولياء، وتعلقت هممهم بها، لان كل واحد فؤاده بيحن إلى هذا البيت، فبيتعلق فؤاده بهذا المكان. فبيت الله دوت تعلق به يعني أرواح هؤلاء الأنبياء والرسل، زائد أن منهم من دفن هناك، يعني الحجر، حجر سيدنا إسماعيل ده ورد أنه دفن فيه 70 نبيا، ومنهم سيدنا إسماعيل، يعني مدفون في هذا المكان، واخد بالك؟ ويعني ما قالوش بقى ما نصليش في الكعبة عشان فيه قبور، لا، يقول لك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اصل كان بره، كان بره الايه، بره المسجد، بره مسجد ايه ده، كان باب يتفتح يبقى المسجد ودفن فيه، يقول لك دي خصوصية. طب ما سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر موجودين ودفنوا، والسيد عايز تفتح الباب كده خلاص بقى ده كله مسجد. ما اذا كان في غرفه كده ليها باب، اذا فتح الباب خلاص اللي جوه ده من المسجد، اذا اغلق الباب لا ما لازم، ولم يغلق الباب مفتوح، يبقى ما كانش بره ودخل، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم، يا سلام، ما قالش إليهم، فيهم، شفت الفي دي؟ يعني يتغلغل حبه في قلوبهم، وابعث فيهم رسولا منهم، يعني منهم فيهم، الله، يعني مش يهودي بقى، لا عربي، منهم، لأن دول كانوا عرب، مش كده ولا إيه؟ وابعث فيهم رسولا منهم. ايه الشرف ده؟ شرف، ايما شرف ان يكون الرسول منا وفينا. هنيئا لكم والله. يتلو عليهم اياتك، مجرد ان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس ليتلو ايات الله على المسلمين، ده ترقيه، ما بعدها ترقية، يبقى ده اسمه ترقية. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده تعليم، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي الحديث. ويزكيهم، دي تربية وتزكية. تجد ان في كل آيات القرآن التزكية مقدمة، يعني الترقية والتزكية وبعدين الايه، يعني كل الآيات يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم كده، الا هو الآية ديت قدم الايه؟ لان هؤلاء الناس كانوا محتاجين اولا للتعليم قبل التزكيه، كانوا اللي هم ايه؟ كانوا العرب وهو كان مطمئن عشان النبي عليه الصلاه والسلام هيرقيهم، فخلاص مش مشكله ان تقع التعليم بين التزكيه والترقيه، مفيش حاجه. انك انت العزيز، العزيز اللي هو ايه بقى؟ الغالب، القاهر، يبقى اسمه عزيز. النفيس، القدر، يبقى اسمه عزيز. الذي لا مثيل له، يبقى ده برضه اسمه ايه؟ عزيز. وانت لما تحب تتخلق بهذا الاسم وتبقى عزيز، لازم ترفع همتك عن الخلق. اذا رفعت همتك عن الخلق فانت عزيز. انما بقى احتجت للخلق هذا يبقى انت مش ايه؟ مش عزيز.
لو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف ورجعت إلى العدم مبالغ كل حرف. فإذا ظهر عز من لم يزل فني حرف من لم يكن. يعني إيه؟ يعني إن إحنا بنسمي كل ما سوى الله حرف. كل ما سوى الله إيه؟ أنت حرف وده حرف. كل ما سوى الله إيه؟ حرف. هتجد كل واحد في قلبه حروف كثيرة أغيار، قلبك مليان حاجات والدنيا فإذا تجلى الله تبارك وتعالى على قلب باسمه العزيز أحرق كل هذه الأغيار، ولم يظهر إلا العزيز، ولم يظهر إلا الإيه، وكل هذه الأشياء أصبحت إيه في طي العدم. وده معنى لو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف ورجعت إلى العدم مبالغ كل حرف. فإذا ظهر عز من لم يزل فني حرف من لم يكن. فهمتم بقى؟ أين من أعد معارفه للقائي؟ يعني بيقول فين اللي اتعرفوا بقى وأعدوا المعارف والعلوم عشان يلقوني بيها؟ ده أنا لو تجليت بالعز كل ده، دي أغيار، العلوم أغيار والمعارف أغيار. أين من ولكن المعارف معارف في مرتبة، في مرتبة المعرفة، والعلوم علوم في مرتبة العلم. إنما بقى في مرتبة العزيز مفيش حاجة من الحاجات دي. ولذلك أقول لك الإثبات في مقام نفي في إيه؟ في مقام. يعني المعارف إثبات في مقام المعرفة، نفي في مقام الإيه؟ العزة. هكذا أين من أعد معارفه للقائي لو أبديت له لسان الجبروت لأنكر ما عرف. والجبروت هو ظهور سلطان العز وسطوته، هو ده الجبروت. يا سلام. إنك أنت العزيز، يبقى إذن الترقية من حضرة العزيز، الترقية من حضرة الإيه؟ العزيز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيرقي الأرواح إلا من حضرة الإيه؟ العزة، العزيز. إنما بقى التربية أو العلم من حضرة الحكيم، لأن الحكيم هو الذي يضع كل شيء في إيه؟ في موضعه. يبقى الحكيم هو الذي إيه؟ والحكمة ديت وهبية وليست كسبية، يعني ما فيش حد بيتعلم الحكمة، يا إما ربنا يوهبها لك يا إما يؤتي الحكمة إيه؟ من يشاء. والحكيم من العباد من ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به مرتبته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه؟ من سفه إيه؟ نفسه. السفه الذي لا يفرق بين الحق والباطل، فاللي يسفه نفسه ويجعلها لا تفرق بين حق وباطل هو ده اللي بيرغب عن ايه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا. والاصطفاء لا يكون ابدا الا بعد ابتلاء. فلما يقول لك في الاول واذ ابتلى ابراهيم ربه، تعرف ان وراها ايه؟ اصطفاء. يبقى اذا ده مترتب على ايه؟ فلا اصطفاء بغير ابتلاء، مش كده؟ لازم يسبقه ابتلاء. وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ الصالحين. وإحنا قلنا مرتبة الصلاح أعلى مرتبة، كل الأنبياء طلبوها، وهي مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ يبقى في الآخرة صالح وغير صالح، إنما في مراتب بتخلص في الدنيا، مش كده؟ إذ قال له ربه أسلم
قال أسلمت لرب الإيه؟ يا سلام، ده بيقول لك اعمل حاجة يبقى أنت ممكن تعمل وممكن إيه؟ يبقى أنت عندك القدرة إنك تعمل كده وتعمل كده، فبيقول لك اعمل دي فتروح إيه؟ عامل اللي هي إيه؟ إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. الإسلام هو تغليب مراد الله على مراد العبد. يبقى الإسلام إيه؟ تغلب مراد ربنا على مراد نفسك. وذلك أن الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة من مشيئته، وإرادة من إيه؟ واختيارا من إيه؟ من اختياره، وجعله قضاءه وقدره. يعني الإنسان هو قضاء الله في الكون، خلاص؟ فربنا بيقول لك ده لدرجة يا أخي إن الإنسان يقول الكلمة تتحقق. تزوجت يبقى تزوجت، طلقت يبقى إيه؟ ده الراجل ماشي ولعن الإيه؟ الناقة، لعن الناقة، فالنبي قال أخروها فإنها إيه؟ كلمة تطلع من الإنسان تتحقق على طول. إيه الإنسان ده؟ إيه القوة دي اللي ربنا إداها له عشان يمشي كلامه في الكون؟ ده مش الكلمة، طب ده الكلام؟ يعني أنت ممكن تقول كلمة لمراتك تموتها فيها، والست ممكن تقول كلمة لجوزها يموت فيها، الدم يغلي بقى والضغط يعلى، كلمة. إيه القوة دي؟ يا جماعة حافظوا على الكلام، الكلام ده من الكلم الجرح، كلمة بتجرح، فلازم تحافظ على كلامك، ما تطلعش إلا الكلام اللي تحب إن ربنا يطلعه منك، إن ربنا يتكلمه من جواك، ماشي كده؟ ده مش كلام البني آدم كده وبس، ده نظرته، ده مفيش مخلوق في الكون يبص الواحد يموت إلا الإنسان. الحسد، ما هو الحسد ده عبارة عن إيه؟ نظرة شر من بعيد، لا ضربت ولا عملت حاجة، تبص له كده البصة، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وبصة رضا تخليك تملى اللي قدامك أنوار. يبقى إذن في حاجات اسمها إرادية وحاجات لا إرادية. الحاجات الإرادية ربنا سبحانه وتعالى سايبك تشاء فيها كما تشاء، إذا أظهرت مشيئتك، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى عامل لك قدر عظيم عنده، شرفك بهذا القدر لدرجة أنك إذا أظهرت مشيئتك أبطن هو مشيئته في مشيئتك. قال لك ماشي، أنا عايزني ماليش مشيئة كده، منتظر منك بقى ان لما يظهر هو مشيئته تبطن مشيئتك. الحاجات اللا إرادية بقى، جاب لك مرض، مشيئة مين اللي ظهرت؟ ابطن مشيئتك، ما تقولش ليه يا رب ومش عارف انا لو كنت مش عارف ايه، لا 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 الله، طب ما هو سايبك تقول مشيئتك، يبقى بقى لما يجيب لك مشيئة من عنده مشيئته تظهر تبطن انت ايه؟ هو ده الادب. انما تجد الناس ربنا سايبهم يعملوا كل اللي هم عاوزينه، ومع ذلك يجي يظهر مشيئته يتسخطوا، عاوزين مشيئتهم تمشي على طول، مع ان ربنا الكبير ما بيعملش كده، مش بيمشي مشيئته اللي هي، بيخلي مشيئتك انت اللي تمشي. قال له ربه اسلم، قال له ايه؟ اسلم. ده سيدنا ابراهيم، شوف بقى المشيئة، ربنا دخله النار، حطه في النار، جاله سيدنا جبريل، لأن سيدنا جبريل قال له مالكش حاجة أعملها لك؟ قال له أما منك فلا، فقال له طب خلاص إذن اطلب من الله، الحق اطلب من الله، ده بيولعه في النار. شوف بقى أظهر مشيئته بقى ولا أخفى مشيئته؟ قال علمه بحالي يغني إيه؟ ايه رايك في المشيئه دي؟ ذابت مشيئته في مشيئه مين؟ شفت بقى؟ اذ قال له ربه ايه؟ اسلم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ضحوا سنة أبيكم إبراهيم. ضحوا، الواحد يضحي مش ضحي يعني يذبح، لا ضحي بكل حاجة. هو ضحى بنفسه وماله وأهله وابنه ونفذ مشيئة ربنا، نفذ مشيئته في ذبح سيدنا إسماعيل ولا لا؟ ونفذ مشيئته إن هو رمى أهله في حتة صحراء ما فيهاش حد ولا لا؟ نفذ مشيئته بكل حاجة. يبقى الإسلام الإسلام يبدأ الإسلام من قوله ألست بربكم، يعني من ساعة ما ربنا خد العهد على الناس وقال ألست بربكم كل الناس قالت إيه. ففي ناس محافظين على هذا العهد إلى وقتنا هذا اللي هم المسلمين، يعني أنتم محافظون على هذا العهد أليس كذلك؟ أنتم مسلمون فمحافظون على هذا الإيه؟ في ناس نقضوا هذا الإيه؟ من زمان. الأنبياء كان ربنا سبحانه وتعالى بياخد عليهم العهد إن هم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأنبياء كلهم. الأمم كان واخد عليهم العهد إن هم يقولوا لا إله إلا الله بس، بس مش النبي بيجي مش عاوزهم إلا يقولوا إيه لا إله إلا الله، ما بيقول لهمش يقولوا لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله بس. لو قالوا كده خلاص. ربنا بقى شرف أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن هم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كالأنبياء. يبقى زي النبي. وقال لهم الكلمة دي تجب ما قبلها. تجب إيه؟ يبقى العهد اللي هو ألست بربكم ده أنت لازم تجدده كل شوية، يعني كل شوية تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. عارف دي تعمل إيه؟ تجب ما قبلها. ده وأنت ده لو الواحد كافر تجب ما قبلها، يبقى أنت عامل شوية ذنوب مش هتجبهم؟ يعني أنت ملازم لهذه الكلمة وشوية ذنوب. ده أنت لو كنت كافر تجب الكفر، يبقى لو كنت مسلم تعمل إيه؟ تجب الذنوب. إذا كانت تجب الكفر يبقى تجب الذنوب ولا ما تجبش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. إذ قال له ربه إيه؟ قال إيه؟ الإسلام هو امتثال الأمر والاستسلام للقهر. يعني الأمر أعمله أمتثله، والقهر يعني لما تظهر بقى مشيئة ربنا أستسلم إيه ليها. الإسلام هو ترك الاختيار وعدم منازعة الإيه الأقدار. ترك الاختيار وعدم منازعة الإيه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الإيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الوصية دي طبعا بتبقى عند الموت، ولازم اللي حيوصي حيبقى فيها إخلاص، ودائما لمن تحب على سبيل الإخلاص. يعني هتوصي حد انت بتحبه على سبيل الإيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، طبعا بينهم سيدنا إسحاق، بس سيدنا يعقوب هو الأب الإيه المباشر لليهود، فجابه هو من غير واسطة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وصى برضه. إذ قال لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله إيه؟ آبائك إبراهيم وإسحاق إله. شوف بقى، وإله آبائك إبراهيم، هو إبراهيم سيدنا إبراهيم أبوه، أبو سيدنا يعقوب، وسيدنا إسماعيل عمه، بس العم معتبر في الإيه؟ في الآباء مش كده؟ ولذلك آزر مش أبو سيدنا إبراهيم، لا
أزر ده عمه، قال لأبيه آزر. آزر ده إيه؟ عمه، كان كافر، إنما أبوه كان مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خيار من خيار من خيار. يبقى كل أبائه لحد سيدنا آدم كانوا مؤمنين. سيدنا ولا زلت أتقلب من الإيه؟ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. يبقى المسلم كلهم مسلمين ومسلمات ومسلمات، جداته وطبعا ابو النبي وامه بالتاكيد مسلمين بالتاكيد. طبعا ده اللي يقول ان هم في النار يخاف عليه سوء العاقبه، سوء العاقبه. ده النبي عليه الصلاه والسلام، ده الناس اللي قالوا على السيده عائشه، يعني الجماعة الشيعة قالوا على السيدة عائشة ايه؟ انها بقى قصة الافك. فكان جزاؤهم ان ربنا سبحانه وتعالى بوظ اعراضهم كلهم واحلوا جواز المتعة. هو جواز المتعة ده ما زينة كل اعراضهم، احلوا المتعة. كل ده عشان ايه؟ عشان تكلموا في عرض السيدة ايه؟ عائشة رضي الله عنها. انت لما تبقى داخل البيت كده وتلاقي واحد تقول له فين ابوك، مش كده؟ ده لما تكون عاوز ابوه. انما لما تقول له ايه فين ابوك علي، يعني عاوز عمه، مش كده؟ ما تقولش ابوك فلان، لا، يبقى ده مش ابوه بقى. تلك امه، يا سلام، قد خلت. خلى يعني انفرد، خلى فلان بفلان يعني انفرد فلان بايه؟ بفلان. واذا خلوا الى شياطينهم يعني انفردوا ايه؟ بهم. يعني هؤلاء انقضى زمانهم وخلى عن زمانكم. تلك امتهم، شوف تلك ديت اشاره بالمفرد، لان كل الايمان امه واحده. تلك، ما قالش هؤلاء، لا، تلك امتهم ايه؟ قد خلت، لها ما كسبت ولكم ايه؟ ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا ايه؟ يعني بيقول لهم ان نسبكم، بيقول لليهود دول، ان نسبكم من ابراهيم واسحاق لا يشفع لكم عند الله بعدما بدلتم وحرفتم. هي دي معنى الايه؟ اما بقى امة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الامم اللي قبلينا، مفيش حد بينتفع بحسنات حد، كل واحد مسؤول من عرقوبه. انما امة النبي عليه الصلاة والسلام تنتفع بحسنات غيرك، تبقى الواحد ميت وينتفع بايه؟ بدعاء الناس وقراءة القرآن مش كده؟ وهو حتى صاحي ينتفع بدعاء المسلمين. يعني انت بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كل المسلمين والمسلمات ياخدوا الايه؟ الدعوة دي تصيبهم. انما اللي قبلينا مش كده، لها ما كسبت وكده. قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا ايه. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. يعني اليهود قالوا خليكم يهود، والنصارى قالوا خليكم ايه؟ نصارى. قال لك لان ديننا احنا قبل دينكم، دول قالوا لا خليكم كده. قل، يا سلام، شوف يعني ربنا ما بيهملش حد، مع ان هم كفره وضالين وكل الحاجات دي، ربنا ما بيهملهمش برضه، بيقول له رد عليهم. يعني ما تهملهمش وتسيبهم، يعني لا، رد عليهم. قل بل ملة ابراهيم ايه؟ حنيفا. طبعا الانبياء لما بيجوا عشان يصلحوا عوج موجود في الايه؟ في الامم. فلازم هم يتعوجوا عن العوج ده. الحنف اعوجاج في القدم، يبقى اسمه ايه؟ اللي قدمه كده معوجه، يبقى اسمه عنده ايه؟ حنف. خلاص كده؟ فمخالفة الاعوجاج اعتدال. مخالفة الايه؟ والاعوجاج عن المعوج
اعتدال، صح كده؟ ادي معنى حنيفة، يعني معوج عن الطريق المائل. جئت، النبي عليه الصلاة والسلام قال جئت بالحنيفية السمحة، يعني انا انعوجت عن ايه؟ عن كل التزمت السمحة، وعن كل الايه؟ التطرف، وجئت بايه؟ بحنيفية سمحة. فهمت؟ يعني ميسرة. قولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، بيقول للمسلمين بقى، المسلمين بقى اللي هم يعني الحمد لله، آمنا بالله، آمنا بالله، وما أنزل إلينا القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط اللي هم الأحفاد، اسمهم اللي هم أولاد سيدنا إيه؟ يعقوب، أحفاد سيدنا إبراهيم يعني، اللي هم كانوا إيه؟ سيدنا يوسف وإخوته. الصبت في بني إسرائيل بمثابة القبيلة في بني إسماعيل، يعني بنو إسماعيل يبقى عندهم اسمهم قبائل، وبنو يعقوب اسمهم أسباط، اسمهم إيه؟ لا نفرق بين أحد إيه؟ ونحن له إيه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ فقد اهتدوا. يعني لو آمنوا زيكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هم كانوا بيؤمنوا إيه؟ لا إله إلا الله. كانوا إيه إيمانهم؟ لا إله إلا إيه؟ لا، لو آمنوا بقى زيكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم. يا شفت الكلمة دي؟ كلمة إعجاز لا توجد مثلها في أي لغة، لا توجد مثلها في أي إيه؟ الفهدي إيه؟ يلا إيه يا شيخ أحمد الفهدي؟ الفاء للعطف والسين للاستقبال، وبعدين فعل وفاعل ومفعولين، فعل وفاعل ومفعول. ولا يا شيخ أيمن شفت كلمة زي دي؟ أنلزمكموها. يا خبر أبيض. صبغة الله، الصبغة إدخال لون على لون، يعني أنت حاجة لونها حاجة بتصبغها تدخل في إيه؟ صبغة الله يعني الزموا صبغة الله، يعني دي منصوبة على الإيه؟ على إيه؟ على الإيه؟ على المصدر. الزموا صبغة الله، ومن أحسن من الله إيه؟ صبغة. فلله صبغة للقلوب، وله صبغة للأرواح، وله صبغة في كل حاجة بقى، صبغة. صبغ الكون فأوجده، مش كده؟ يبقى صبغ الوجود بصبغة الوجود، أو صبغ الوجود بصبغة الإيجاد، ثم صبغه بصبغة الإيه؟ الإمداد، أمده بقى. ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. قل أتحاجوننا، أي أتخاصموننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا. إيه الأدب ده؟ ولكم أعمالكم ونحن له إيه؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم إيه؟ ومن أظلم ممن كتم؟ تلك أمة قد خلت. دي بقى مش زي اللي فاتت، دي ليها معنى تاني. ده بيقول لهم لنفرض ان سيدنا ابراهيم ده كان هودا او ايه؟ او نصارى، فلا يكون ذلك عذرا لكم فيما فعلت، غير الاولانية. ام تقولون انك، قل أأنتم ومن اظلم ممن، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله.